تخيل حالك اليوم انت باعت ابنك ليصلي، يخبروك انه مات بالمكان اللي عم يصلي فيه. تخيل وانت هالك حالك صلوات واصوام، ليقولوا لك بالاخر ببساطة انه المكان اللي عم تصلي فيه احتمال كتير كبير انك تفنى وتهلك فيه. طيب هالاله اللي عم يزوروه لو كان إله حق، والإله اللي ممكن يعطيهم الأبدية، والإله اللي ممكن يعطيهم الجنة، وهن فعلا هالأمة المختارة، ليه عم يسمح أنهم يهلكوا بهالطريقة على مرأة العالم كله؟ قبل شهر قلت هالحكي عن زوار مكة، اليوم الحكي عن زوار علي والحسين. نفس الطريقة، تدافع بيؤدي لأنهم يدعوسوا على بعض ويموتوا، حوادث سير على الطريق وهلاك بطريقة واضحة للعيان أنه هالبشر عم بيروحوا ليعبدوا إله ما بيسمع لهم، غير موجود أصلا. قبل شهر كلنا سمعنا خبر الثمانية قتلى حصيلة انهيار تربة بمزار علي. ما حكيت عن الموضوع وقتها، شو ما يقولوا ماجي ناطرة كل حدا بيموت بمزار أو بقصة أو مسلم، مع أنه بأمانة لو فعلا بدي أذكر لكم ضحايا الدين الإسلامي، أنا مضطرة كنت أفتح لايف على مدار 24 ساعة لمدة شهر متواصل، وأنا على مدار الساعة عم بذكر لكم هاي ضحايا اللي هن رايحين يصلوا. هدول مو واحد قتل بنته، واحدة ماتت حادث سيارة، واحد شرب سم، لا لا، هدول ناس رايحين يصلوا. تخيلوا انت واحد من هدول خدام علي والحسين، هدول بيخدموا بالمزار سواء بقطارة علي او سواء اليوم أربعينية الحسين. أربعين الحسين بيلتموا حوالي 2 مليون وأكثر من المسلمين بالعراق، لأنه عندهم أحياء ذكرى 40 الحسين، مقتل الحسين. فملاقي كمان الأخبار وفاة 3 من الزوار وإصابة 15 لانقلاب مركبة بالعراق. وهون كمان مقتل 11. لا اله الا الله، لا اله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. هاي زوارك يا ابو عبد الله، لا اله الا الله. هاي زوارك يا ابو عبد الله. ما بده يكون أبو عبد الله عرف ينقذ حاله ولا ابنه بالأول لحتى يقدر ينقذ زواره. بدنا نحكي بصراحة وبساطة. وسلفا للي بده يقول لي طب ما ربك كان ينقذ ابنه، المسيح قام من بين الأموات وظهر لكثيرين، ونحن شهود على قيامته، ولحد اليوم بيعمل معجزات. فإذا المسيح ما بتشبه بحدا له قبر ومدفون ومات وما قدر يقوم من بين الأموات، فوضع آخر مختلف تماما. هي لقطة على الطريق من هلأ على بعض الشيوخ المضللين اللي رح يطلعوا يردوا بهالطريقة. زيارات القبور محرمة من الرب الإله، محرمة. ضل الإبليس كتار وخلاهم محصورين بزيارات القبور والتقرب من الموتى. أضف عن أول جملة علمهم يقولوها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبهالشهادة هي تحديدا هن لآخر لحظة من حياتهم ما عندهم ولا فرصة ليرجعوا للرب الإله الحق طالما عم بيقولوا لا إله إلا الله. طب خلي هالالله ينجي زواره سواء بمكة أو سواء بمراقد الشيعة، للسنة ولا للشيعة؟ وهي كمان هلأ خلال دقيقة بعتولي خبر كمان
وفاة زائرة إيرانية، هي هلأ كلها نتيجة التدافع. ضروري كتير صار إنكم تصحوا، في كتار من الشيعة كفروا بهذا الرب وبهذا الله، قال لك لو موجود ما كان حياتنا هالقد كئيبة ودمار ودم وبعض اللطم وبعض البكي وبعد بيجي بعدين بدعوسوا على بعض وبيموتوا. الرسالة اللي بدي اقول لك اياها اليوم انه الهنا واله الشيعة مو واحد، الهنا واله السنة مو واحد، بشكل عام الهنا بالمسيحية واله الاسلام مو نفس الاله. لما بتكفر بهداك الاله لا تفتكر انك انت كفرت وارتديت والحدت عن الاله الخالق ابدا، انت باول طريقك للبحث عن الرب الاله الحقيقي وناطرك واقف على الباب يقرع. مجرد تفتح باب قلبك وتقول بدي جرب، بدي شوف هل فعلا مثل ما عم بيقولوا انه الرب الاله الحقيقي الحق مانح الحياة اللي بيرفع اتباعه وبيعمل منهم ابناء وبيعطيهم الحياة وبيكرمهم لما بيصلوا له وبيصوموا له، هو موجود وهو حق وهو فعلا الاله الحق اللي انا اتضللت عنه يمكن كل هالعمر. اسأل حالك هذا السؤال وبتوصل على الرب يسوع المسيح. ان لم تتوبوا فكذلك جميعكم تهلكون، اعطيتكم وعد فيها وانا مقصرة على فكرة بوعدي، رح ضل لوقت مجيء الرب يسوع المسيح ورجيكم بعينكم كل مين بده يتبع اله اخر غير ابو ربنا يسوع المسيح ما إله إلا الهلاك والموت والفناء والدموع والضربات والأوجاع والألم إله ولولاده، ومهما صام وصلى لأنه بيعبد ضد الإله رح يلاقي لا مجيب. لوقت يكون الخيار واحد من اثنين، اللي ممكن يتقدس يزيد قداسة ويجي لدرب الرب، والنجس يزيد نجاسة ويبقى بطريق الشيطان ويهلك ونطلع نقول إنهم يهلكون لوقت مجيء الرب. وبيقول لك الرب يسوع المسيح إن لم تتوبوا عن عبادة ضد الإله، إن لم تتوبوا عن عبادة الشيطان، إن لم تتوبوا عن إغاظة الرب الإله بممارساتكم وبطقوسكم وبتجديفكم، هكذا جميعكم ستهلكون.